يعطيكم العافية شباب الصبايا. بدنا نبلش بالاكسرسايزز تو التشابتر 2 هو الفوليوم. هنبلش بالاكسرسايز 1. بالاكسرسايز 1 عم بيقول لي كوبي اند كومبليت. اول شيء اذا سبيس اوكيبايد باي ان اوبجكت از اتس شو بيكون السبيس اوكيبايد باي ان اوبجكت، يعني السبيس اللي بياخذ الاوبجكت بيكون هو الفوليوم اللي له. يعني اول وحده عندنا اياها عندنا نمبر 1 25. أول وحدة رح تطلع volume. طيب خلينا نشوف تاني statements. عم بيقول لي the volume of a liquid does not depend on the of the container. الvolume للliquid ما بيتعلق بال شو للcontainer. شو هو هذا؟ بما نرجع نراجع فكرة انه نحنا اذا كان في عنا فوليوم من الليكويد او كوانتيتي من الليكويد، هاي الكوانتيتي كنت حطيتها مثلا بكباية جيت نقلتها على قنينة، الشيب اللي لها بيتغير، بس مثل ما اتفقنا انه الفوليوم اللي لها ما راح يتغير، يعني ما راح تزيد كمية الماي ورا ولا راح تقل. يعني of a liquid the volume of a liquid does not depend شكل القنينة غير شكل الكباية، يعني does not depend on the shape of the container، ما بيتعلق بالشيب تاع الكونتينر. يعني تاني واحدة رح يطلع عنا إياها shape. طيب من كفي بنفس بتالت statement the unit of volume in SI is the، هاي بنعرفها ال unit لل volume بال SI unit هي المتر كيوب. في other unit مليمتر كيوب كيلومتر كيوب لتر مليلتر إلى آخره، بس بال SI unit هي المتر كيوب. نكفي هلأ باللي بعدها. عم بيقول لي the volume of a liquid is measured with the aid of a، بشو منقيس نحن الفوليوم للليكويد؟ تعلمنا نحن انه الفوليوم للليكويد منقيسه من خلال الجراديويتد سيلندر، هو الانسترومنت اللي بنستعملها لحتى نقيس الفوليوم للليكويد. الستيتمنت اللي بعدها عندنا ليكويد as solid have a volume، تنيتون عندهم هنا فوليوم الليكويد بالسوليد، بس الفوليوم اللي لهم كيف يكون؟ شو الصفة للفوليوم اللي لهم؟ have a definite volume، يكون في عندهم فوليوم محدد. يعني هون الكلمة اللي عندنا اياها هي definite او definite volume. هيدا بيكون number 1 page 25. هلا حنبلش بالنمبر 2 true or false. عم بيقول لي when you pour oil from a bottle into a beaker its volume increases. يعني بس نحط oil او ننقل oil من البطل من القنينة على قلب البيكر الفوليوم اللي لها بده يكبر. طب نحن كنا ماخذين انه الفوليوم للليكويد independent او not depend on the shape of the container، هون تغير الشيب، بس انا هن ذاتهم هذا الليكويد او الاويل اللي كانوا موجودين بالبطل نقلتهم على البيكر، يعني الفوليوم اللي لهم ما راح يتغير remains constant. يعني بالA هون number 2 page 25 اول وحده الA راح تطلع false لانه الفوليوم رح يبقى مثل ما هو. تاني واحدة it is more convenient to express the volume of your classroom in meter cube. الأفضل أو المناسب أكتر إنه نشوف الفوليوم للكلاس روم غرفة الصف اللي قلنا بالميتر كيوب. طيب إذا ما نجي نشوف اللينكس للحيطان اللي له منلاقي انه بالميتر من ايسون، فطبعا رح يطلع الافضل انه الفوليوم لقلو نجيبه بالميتر كيوب، هي رح يطلع عند الرقم افضل، يعني true. C part C عم بقلب البارت C in a graduated cube the level of water indicates the volume of water. level of water بالgraduated tube بيدلني على الفوليوم من الووتر.
مظبوط، لانه نحن بس لما نروح نحط بقلب جراديويتد سلندر ووتر بنشوف الليفل اللي له لوين واصل، وبنرقى وبنعمل ريدنج للنيميريشن اللي موجوده عندي اياها، ومن خلال هاي الريدنج بنعرف شو هي شو الفوليوم للووتر او للليكويد اللي عندي اياه. يعني مظبوط ترو دي. The volume of water displaced is greater than the volume of the immersed solid. شو معناتها هاي؟ خلينا نشرحها شوي. إذا كان في عندي graduated cylinder في بقلبه water، جيت هيدا ال graduated cylinder لنقول حطيت بقلبه solid، لنقول على سبيل المثال stone، حجر. ال stone بس ينزل بقلب ال water بده يطلع ماي عندنا، بده يتحرك الماي. عم بيقول لي هو هون انه الفوليوم للديسبليسد ووتر راح تكون الفوليوم اللي له الماي اللي تحركوا اكبر جريتر ذان الفوليوم للاميرسد سوليد. طيب هذه نتيجه شو تحركوا؟ ما نرجع نتذكر انه هن نتيجه شو عم يتحركوا؟ نتيجه هذا السوليد اللي حطيته بقلب الووتر. يعني الفوليوم للسوليد اللي حطيته بالووتر او للديسبليسد ووتر للووتر ديسبليسد راح يكون قد الفوليوم للسوليد اللي حطيته بقلب الجراديويتد سلندر في بقلبه ووتر. يعني هون فولس. هيك بكون خلص النمبر 2 بيج 25. هلا بدنا نحل نمبر 3 بيج كمان 25. هنبقى بالنمبر 3 choose the correct answer. عندنا water in a container has different shape, different volume. No definite volume. الواتر بقلب كونتينر. الواتر وين ما كان ما عنده definite shape. shape اللي له بكون هو shape للكونتينر. طيب B definite volume وين ما كان وين ما حطيت الفوليوم أو الواتر راح يكون في عنده definite volume. يعني B هي the correct answer. أول واحدة. الانسر اللي له هو the correct answer هو B اللي هي definite volume. تاني statements عم بيقول لي the contents of an orange juice bottle is 120 milliliter. Orange juice bottle في بقلبها 120 milliliter juice. This volume is equal to 1.2 liter. طيب نحول بنحول من 120 milliliter لليتر، لحتى نحول من milliliter لليتر ما نعمل division by 1000. 120 divided by 1000 equal to 0.12. يعني أول سؤال غلط، أول part غلط. طيب 120 سنتيمتر كيوب، نحنا كنا ماخدين باليونت للفوليوم إنه المليليتر هي ذاتها سنتيمتر كيوب، يعني البي صح. طيب إذا بنشوف نجرب آخر واحدة من مليليتر لسنتيمتر كيوب عم بيقول لي 0.12. طب ما هني بيساووا بعض، كيف رح يتغير النمبر؟ لا، رح تكون البي هي الـ correct answer. بالتاني يعني رح يطلع عندنا البي اللي هي 120 سنتيمتر كيوب. اللي بعدها third statement. The volume of your classroom is determined by the formula A times B times C or pi r square h or 4 over 3 pi r cube. طيب شو شكل الكلاس روم اللي عندنا؟ ريكتانجلر برايزم او سيلندر او سفير؟ يعني نحن بالصف اللي قاعدين فيه هل شكل اللي له هو سيلندر مثل تنكة الحليب بس على كبير؟ لا. طيب سفير طابي مثل الطابشي؟ كمان لا. طيب مثل الريكتانجلر برايزم؟ ايه هو ريكتانجلر برايزم. يعني الفورمولا اللي له A times B times C بيطلع البارت A هي الصح. بتالت بارت من السؤال بيطلع الـ A هي الصح اللي هي A times B times C. هيدا number 3. عم بيقلي بالبارت 4 number 4 mention a unit a volume commonly used in medical prescriptions. طيب بالميديكال prescriptions
عندنا الكميات اللي بنستخدمها هي كميات صغيرة، إن كان حبة الدواء ولا الليكويد اللي بنستخدمهم ولا الإبرة، الليكويد بنحطها بالإبرة بالسرينج. طيب هون نحن بحاجة ليونت صغيرة للفوليوم لحتى نستخدمها هون. ف نيجي بنفكر بالأصغر يونت عندنا إياهم بالفوليوم، بيطلع عندي إنه اليونت اللي ممكن نستخدمهم ملي ليتر، ممكن استخدم الملي ليتر، ومقابلها ممكن استخدم السنتيمتر الكوب. أصغر من هيك بصير كتير دقيق الشغل، فالأفضل أو الأنسب إنه نستخدم الملي ليتر والسنتيمتر كيوب. اليونت بنقول له اليونت commonly used in medical prescriptions is a milliliter or سنتيمتر كيوب. عندنا هول اثنين يونت اللي هن قد بعض تقريبا. طيب هلا بدنا نحل نمبر 5 كمان بيج 25. عم بقلب النمبر 5 بيج 25. To cook rice you read the recipes, recipe. For every glass of rice, you add one and a half glass of water. يعني لحتى نطبخ رز نجي من نقرأ الوصفة بيطلع عنا for every glass of rice. كل glass of rice you add بنزيد one and a half glass of water. يعني كباية ونص مي. What is the unit of volume used? شو عم نستخدم هون؟ قلنا glass. One and half يعني glass and half. هون اليونت إذا جينا بنستخدم، لا عم بستخدم المتر كيوب، لا عم بستخدم المليليتر، لا عم بستخدم الكيلومتر كيوب، لا هون جينا عم نستخدم يونت هيك خاصة فينا أو يونت مناسبة للطبخ اللي هي one glass. Part A. The unit used is شو ما كان الفوليوم للجلاس، بس نحن عم نستخدم جلاس. is glass كباية. B. to cook 4 glasses of rice how many glasses of water do you need؟ طيب إذا ال 1 glass of rice بدها 1 half and half glass of water. طيب إذا بدي أعمل أنا 4 glasses of rice 4 بدي أضربها ب 1.5. نقول له to cook 4 glasses of rice we need 4 يعني 4 glasses of of rice times كل واحدة قديش بدها 1.5 equal 4 times 1.5 equal to 6. يعني أنا لحتى أطبخ 4 كبايات رز بدي 6 كبايات ماي. 6 glasses of water. هيدا نمبر 5 بيج 25.